بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة مشروع كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نتكلم على مشروع من المشاريع الإنتاجية الرائعة والمتميزة، وكنا كلمنا قبل كده عن هذا المشروع في فيديو سابق، لكن إن شاء الله نتكلم النهاردة عن هذا المشروع بشكل أوضح. هنتكلم إن شاء الله عن مشروع النهاردة في كل ما يخص هذا المشروع من ناحية المنتجات المشروع واستخداماتها، من ناحية المواد الخام اللازمة للإنتاج، كمان مراحل الانتاج، كمان هنتكلم على المعدات اللازمة لهذا المصنع، هنتكلم على موقع مساحة المشروع وعدد العمالة وموضوع التعبئة والتغليف، كمان نتكلم على عناصر الجودة الواجب توفرها في المنتج، واخيرا نتكلم على التسويق وبيع المنتج. لكن لو اول مره بتشوف القناه، اتمنى انك تشرفنا وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي تعليقات اتمنى ان انت ترسلنا في التعليقات، وان شاء الله باذن الله بنخصص يوم الجمعه للرد على كل التعليقات. مشروع النهارده ان شاء الله هو اعاده تدوير الاطارات لانتاج حبيبات المطاط. المشروع ده ليه شقين، وشق ان انت بتعمل اعاده لتدوير الاطارات وبتنتج في النهايه بودره المطاط. الحاجة التانية ان بودرة المطاط لها استخدامات كتير جدا تعتبر مشروع لوحده. المشروع بيقدم حبيبات المطاط، ودي اللي بتنتج عن اعادة تدوير عملية الاطارات التلفة او المستعملة، دي الناتجة عن السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة بشكل عام. حبيبات المطاط لها استخدامات ضرورية كتير في الصناعات والاعمال، منها رقم واحد بيستخدم المنتج في تغطية أرضية الملاعب الصناعية اللي هو النجيل الصناعي، وطبعا بكل تأكيد عندك علم ان ملاعب النجيل الصناعي ازدادت في الفترة الأخيرة في مناطق كتير. الحاجة التانية مصانع السيارات اللي بتصنع اتوبيسات النقل والرحلات بتقوم بدهان الأرضيات بمادة الإيبوكسي لمنع انزلاق الركاب في حالة الوقوف أو السير داخل الاتوبيسات. طبعا مادة الإيبوكسي بتحتوي على نسبة عالية من حبيبات المطاط اللي بيقدمها المشروع. الحاجة التالتة بيستخدم المنتج في صناعة تيل الفرامل بنسبة تصل إلى 40% من مكونات تيل الفرامل. طبعا جدير بالذكر إن توجد في مصانع كتير مختلفة في بلادنا بتصنع تيل الفرامل وتوجد في المناطق الصناعية. الحاجة الرابعة مصانع السكة الحديد تحتاج أيضا إلى المنتج اللي بيقدم المشروع عشان بيعتمدوا عليه في صناعة الفرامل الخاصة بالقطارات. الحاجة الخامسة بيستخدم المنتج في مشاريع البناء والعزل وأرضيات المباني، عشان كده هو مطلوب في شركات المقاولات والإنشاءات. يستخدم كمان في الخلطات الأسفلتية بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% من الخلطة، ودي نسبة مرتفعة بكل تأكيد. كمان بيستخدم كمواد مضافة للمواد اللاصقة ومواد منع التسريب، كمان بيستخدم مانع للصدمات والتزحلق والسلامة العامة. يستخدم كمان المنتج اللي بنقدمه النهاردة في العديد من الصناعات المطاطية والبلاستيكية. الحاجة العاشرة بيستخدم لصناعة البلاط المطاطي اللي بيستخدم في الحدائق ومناطق لعب الأطفال ومراكز اللياقة والجيمات وصالات التدريب وغيرها. طبعا 10 حاجات المنتج بتاعنا بيستخدمها النهاردة، فده دليل ان مشروع النهاردة او منتج النهاردة مهم جدا وليه استخدامات كتير. طب نتكلم على المواد الخام اللازمة للانتاج. طبعا بنعتمد على اطارات السيارات والشاحنات التاليفة او المستعملة، بالاضافة الى مخلفات منتجات الكاوتشوك، ودي الخامات اللي ممكن تحصل عليها من مصادر متنوعة زي شركات منتجات الكاوتش ومخازن الاطارات التاليفة. بنحتاج المشروع الى جويلة او شكاير بلاستيكية سعة 50 كيلو لتعبئة المنتجات. بالنسبة لمراحل الانتاج مشروعنا فينا تمثل في رقم واحد فرز الاطارات وازالة الشوائب والمواد الاخرى غير المطاطية. رقم اثنين تقطيع الاطارات الى قطع ذات احجام صغيرة عشان تسهل التعامل معها، والعملية دي بتتم بالاعتماد على منشار مخصص. رقم ثلاثة فرم قطع الكاوتش عشان تتحول الى حبيبات باحجام مختلفة. رقم اربعة بيتم نخل وفصل حبيبات المطاط عن طريق منخل ميكانيكي مزود بثلاث مناخل لاحجام نفاذة، العشرة ملي والخمسة ملي والواحد ملي. بعد الانتهاء من عملية النخل والفصل بيتم تخزين العبوات في مواقع التخزين المخصصة عشان تتورد للعملاء. المعدات اللازمة لمصنع اعادة تدوير الاطارات عشان ننتج حبيبات المطاط، رقم واحد منشار شريط، ده عبارة عن سير متواصل بيستخدم تقطيع الاطارات الكبيرة الى قطع صغيرة عشان يسهل التعامل معها. رقم اثنين معدة طحن الكاوتش، ودي آلة صغيرة. رقم ثلاثة منخل ميكانيكي بيستخدم للنخل وفصل حبيبات المطاط، زي ما قلنا مزودة بثلاث مناخل لها أحجام مختلفة، 10 ملي والخمسة ملي والواحد ملي. رقم أربعة ميزان ميكانيكي بيستخدم لوزن المنتجات قبل عملية التغليف والتخزين.
رقم 6 عربية جر يدوية عشان نقل الشكاية البلاستيكية المعبأة في المنتج من موقع التعبئة والتغليف إلى موقع التخزين. لو اتكلمنا على مساحة وموقع المشروع، يحتاج المشروع إلى مساحة 200 متر ويفضل أن يكون في أحد المناطق الصناعية، بالإضافة إلى توفر المساحات الواسعة والطرق الممهدة والضرائب المنخفضة وارتفاع جودة مقاومات الإنتاج والعنصر الخدمية زي الماء والكهرباء والغاز والمصارف وغيرها. طبعا دي بتكون متوفرة في المناطق الصناعية. ضيف على كده المناطق الصناعية فيها مصانع كتير بتعمل في قطاعات صناعية مختلفة، وممكن أنت تورد هذا المنتج لبعض المصانع اللي بتحتاج ليها، وده بيكون مكسب كبير إنها تكون قريبة منك. العمالة المحتاجة في هذا المشروع، طبعا مدير المشروع غالبا بيكون صاحب المشروع، ولو ما عندوش خبرة في هذا المشروع بيجيب مساعد معاه في إدارة المشروع. رقم 2 2 مشرفين إنتاج مهارات عليا ومتوسطة شرط الخبرة. رقم 3 7 عمال من أنواع العمالة العادية عشان تنفيذ مراحل الإنتاج اللي احنا قلناها قبل كده. من عناصر الجودة اللي يجب توفرها في هذا المشروع، رقم 1 يجب الاهتمام بمرحلة تنظيف وفرز الإطارات قبل إجراء العمليات الإنتاجية لضمان الحصول على منتجات نظيفة وخالية من الشوائب. رقم 2 شكاير التعبئة يجب أن تكون متينة حتى لا تنقطع وتتسرب منها المنتجات، طبعا ده بيضر بمصلحة المشروع. رقم 3 موقع الإنتاج يجب أن يكون نظيف بشكل دائم مع مراعاة ارتداء العمال بالمصنع لملابس العمل المخصصة. بالنسبة للتسويق وبيع شكاير حبيبات المطاط، عندنا في أكثر من عميل مستهدف لهذه الحبيبات. رقم 1 مصانع إنتاج تيل الفرامل، واللي غالبا بتكون متواجدة في المناطق الصناعية. رقم 2 مصانع السكك الحديدية. رقم 3 شركات إنتاج البلاط المطاطي. رقم 4 شركات المسؤولة عن تنفيذ ملاعب النجيل الصناعي، وكمان شركات الصناعات المطاطية والبلاستيكية المختلفة. كمان عندنا شركات ومخازن تجارة مواد البناء، كل ده بيحتاج هذا المنتج. وزي ما اتكلمنا في البداية ان المنتج مهم جدا لكثير من الصناعات. اما بالنسبة لطرق التسويق، فعندنا فيه ممكن الزيارات الشخصية وتقديم العروض للعملاء المستهدفين، كمان المشاركة في المعارض التجارية المحلية والدولية من خلال كمان الموقع الالكتروني الخاص بالمشروع او صفحتك على الفيسبوك، من خلال كمان بحث فرص التصدير للمصانع في الاسواق المجاورة. المطلوب من المستثمر في هذا المشروع كل اللي احنا قلناه، ده يعتبر دراسة جدوى استرشادية لمشروع انتاج حبيبات المطاط من اعادة تدوير الاطارات التلفة او المستعملة. طبعا مش دراسة جدوى تفصيلية، عشان كده الهدف من هذا المشروع اللي احنا قلناه تعريف اللي عنده الرغبة في هذا المشروع بالاهمية ومتطلبات هذا المشروع. لكن في حال وجود رغبة حقيقية بالاستثمار في هذا المشروع، يجب على المستثمر ان يقوم بعمل دراسة جدوى تفصيلية عشان يتعرف من خلالها على وضع السوق والشركات المنافسة وحصة كل شركة وحجم الطلب وحجم العرض والفرص المتاحة اللي ممكن تستغلها وأماكن العملاء المستهدفين اللي ممكن تبيع لهم المنتج النهائي. بالإضافة كمان للتعرف على الأمور الفنية زي مواصفات خط الإنتاج، الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج والمواصفات الفنية للموقع، المواصفات العمال بالتحديد، كمان مواصفات الخامات ومراحل الإنتاج بمزيد من الوضوح. بالإضافة كمان للتعرف على الأمور المالية زي تكاليف التأسيس واللي متوقع تحقيقها، وكمان صافي الربح المتوقع. ده كل ما يخص على صناعة حبيبات المطاط من إعادة تدوير الإطارات المستعملة أو التلفة. مشروع مهم جدا ومشروع مربح جدا، لكن لو عندك الرغبة في هذا المشروع لازم زي ما قلنا تسأل تكلفة خط الإنتاج كام. أنا بديك فكرة المشروع، بقولك إن المنتج بتاع النهاردة منتج مهم جدا. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى إن الفيديو لو عجبكم تعملوا لايك واشتراك وشير. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.